واللي هو بطبوط معمر بالدجاج بالمذاق ديال الشاورما كيجي لذيذ بزاف. غادي نبداو بالمقادير ديال العجين ديال البطبوط باش تكون عندكم فرصه انكم تسجلوا المقادير والحشوه على حسب الرغبه. كل مره شنو موجود عندكم ممكن انكم تعمروا هاد البطيبيطات هكا صغار تيجيو زوينين على مائده الفطور الرمضانيه. فبالنسبه للعجين ديال البطبوط غادي نحتاجوا 400 غرام ديال الفورس، 100 غرام ديال الفينو، شويه ديال الملحه، جوج المعالق كبار ديال الزيت البلديه، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، وغادي نعجنوها بالماء دافي اللي غادي يكفانا باش نجمعوا العجين. كتكون عجينه اللي هي خفيفه وكتلصق في اليدين. فغادي نعاودوا بالنسبه للبطبوط معمر بالدجاج بالمذاق الشاورما. بدينا بالبطبوط هو الاول العجينه ديالو كيفاش كتحضر. غادي نحتاجوا 400 غرام ديال الطحين فورس، 100 غرام ديال الفينو الحرش، قبيصه ديال الملحه، جوج المعالق كبار ديال الزيت البلديه زيت العود، ومعلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز. غادي نحتاجوا الماء دافي اللي غادي يكفانا باش نجمعوا العجين. ومباشره كناخذوا اناء من الاحسن اولا شي قصريه صغيره، وغادي نديروا فيها 400 غرام ديال الطحين فورس مع 100 غرام ديال الفينو الحرش مع شويه ديال الملحه مع جوج معالق كبار ديال الزيت البلديه مع معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز. وغادي نبقاو نضيفوا الماء دافي، نعجنوها بالماء دافي اللي غادي يكفانا باش نجمعوا العجين. عجينه كتكون خفيفه يعني كتجمع ولكن خفيفه وكتكون كتلصق. من بعد غادي نديروها في واحد العلبه اللي كتسد مزيان، يعني في واحد البواطه ديال البلاستيك اللي كتسد مزيان، وغادي نخليوها حتى كتخمر لينا تقريبا واحد ساعه اولا ساعه ونص. من بعد غادي نخرجوها من هذيك البواطه وغادي نحاولوا اننا ندلكوها واحد شويه بيدينا غير باش نخرجوا منها داك الهواء. ومباشره كنسرحوها فوق البوطاجير ولا فوق شي طبله وكنرشموها بمرشم دائري باش تجينا على شكل يعني بطبوط على شكل مخيمرات. وكنخليو نغطيوهم بواحد المنديل وكنخليوهم كيخمروا واحد شويه. ثم كنمشيو في هذيك الوقيته اللي البطبوط كيخمر لينا غادي نمشيو باش نحضروا الحشوه ديال الشاورما. فكيف قلنا بطبوط معمر يعني بالدجاج بالمذاق ديال الشاورما، الطريقه ديالو سهله. غادي نحتاجوا بالنسبه لهاد البطبوط معمر بالدجاج بالمذاق ديال الشاورما، فاحنا غادي نحتاجوا العجين ديال البطبوط. قلنا غادي نخلطوا 400 غرام فورس مع 100 غرام ديال الفينو الحرش مع قبيصه ديال الملح مع جوج معالق كبار ديال الزيت البلديه مع معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز. غادي نعجنوها بالماء دافي حتى تجمع لينا عجينه كتكون خفيفه كتكون كتلصق واحد شويه. من بعد هذيك العجينه غادي نديروها في واحد البواطه وغادي نسدو عليها البواطه وغادي نخليوها كتخمر ساعه حتى لساعه ونص. من بعد هذيك الساعه ولا ساعه ونص بعد ما خمرات وغادي نشوفوها نفخات وضعف الحجم ديالها، غادي نخرجوها من البواطه ديك العجينه وغادي ندلكوها واحد شويه باش نخرجوا منها داك الهواء. ثم مباشره كنمرقوها بالمدلك فوق البوطاجير اولا فوق شي طبله مرشوشه بشويه ديال يعني الفينو. ثم كنورقوها مبسطه هذيك العجينه وديك الساعه بالمدلك، وكناخذوا اما اي مرشم دائري عندنا. ودابا تبارك الله حتى المستمعات ملي كياخذوا اي مرشم عندهم الشكل اللي بغاو وكيقطعوا به على شكل معين ولا مثلث، هذاك البطبوط كيجي مختلف، يعني كيجي التزيين ديالو زوين. وان كان تعودنا على البطبوط اللي هو دائري ولكن كاين اشكال كثيره حتى هما كيجيو بريستيج كيجيو منظر زوين. فغادي ناخذوا اي اطار عندنا يكون شويه كبير بحال اللي كنقطعوا به البني، ما عندناش ناخذوا غير الدوره ديال الكاس العاديه اللي ديال العصير اولا اللي كنشربوا فيه الماء يكون شويه عريض، وغادي نقطعوا به هذوك العجينه حتى غادي نحصلوا على دوائر ديال البطبوط. غادي نستفوهم في لاطه ديال الفران فيها منديل نقي وغادي نخليوهم كيرتاحوا كيخمروا واحد شويه. ملي كيخمروا لنا غادي نخليوهم كيخمروا وغادي نمشيو نديروا نصيبوا الحشوه. بالنسبه للحشوه اللي غادي نعمروا هو الدجاج بالمذاق ديال الشاورما. غادي نحتاجوا تقريبا نص كيلو ديال الهبره ديال الدجاج، يعني غير الصدر ديال الدجاج. غادي نقطعوا شرائط طويله. غادي نحتاجوا جوج المعالق كبار ديال الزيت البلديه، واحد ياغورت مسوس، شويه ديال الهريسه اولا شويه ديال الشونيه الحاره على حسب الاختيار، معلقه كبيره ديال العطريه ديال الشاورما وشويه ديال الملح والابزار. العطريه ديال الشاورما دابا تبارك الله في الاسواق الكبرى راه كتباع اللي كتكون تابعه للبنانيين اولا المشارقه كتكون زوينه بزاف. كاين بعض العطاره اللي عندهم الشاورما في البرنامج، عطينا انواع كثيره ديال المستمعات اللي عطاو العطريه ديال الشاورما كيفاش كانوا وجدوها. اللي مثلا وحلات في العطريه ديال الشاورما وبغات تحضر هذا الاقتراح، ريتما انه تاخذوا مثلا من عند العطار او تشري العطريه ديال الشاورما، ممكن على انه تاخذ غير واحد شنقول لك يعني واحد طريقه صغيره ديال القرنفل، لانه القرنفل مجهد وما خصناش نكثروا منه، فغير شويه واحد طريقه صغيره ديال القرنفل الا خلطناه
مع شوية ديال الملح وشوية ديال الإبزار وقطرات من الخل ورقدنا فيه والثومة ضروري الثومة ورقدنا فيه هاد الصدر ديال الدجاج فكيعطينا المذاق ديال الشاورما. قلنا واحد شوية طريقة صغيرة ديال القرن في المطحون مزيان عنيد مع ثلاثة دريسات ديال الثومة محكوكين مزيان مدقوقين مزيان ثومة مع شوية ديال القرنفل شوية ديال الملح والإبزار وقطرات من الخل وغادي نخلطو وغادي نتبلو هذاك الصدر ديال الدجاج. هذه في حال إلا ما كانش عندنا العطرية ديال الشاورما راه كتجي مزيانة. فقلنا في الحشوة عندنا نص كيلو ديال صدر ديال الدجاج مقطع على شكل شرائط طويلة، جوج المعالق كبار ديال الزيت البلدية، واحد ياغورت مسوس، شوية ديال الهريسة. كيف ممكن أننا نعوضو الهريسة بشونية الحارة حتى هي كتجي مزيان، اللي ما تيبغيش ديك الملوحه ديال الهريسه الا الا كانت مصايبه في الدار غادي يكون احسن. قلنا معلقه كبيره ديال العطريه ديال الشاورما وشويه ديال الملح والابزار اختياريه اللي عنده مع هاد المكونات ديال المنتوجات ديال المشارقه راه غادي يعرف. الطحينه اللي هي معلقه كبيره ديال صلصه الطحينه غادي نديروها، هذه الا بغينا نتميزوا في 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 يعني في الشاورما كيف كيف كناكلوها عند السوريين وعند المشارقه مثلا واللبنانيين والاتراك فكتجينا نفس المذاق. هذه كتبقى اختياريه. هاد الطحينه هو داك الزنجلان كيكون مطحون، ولكن كاين اللي كيصايبو في الدار ان شاء الله من بعد ونعطيو الطريقه. غير هو راه كيتباع يعني كيكون علبه بحال سطيله صغيره عند العطاره عندهم، وخاصه هذوك العطاره العصريين وحتى في الاسواق الكبرى راه مكتوبه عليهم الطحينه. كنهزو منها معلقه ما كنكثروش باش كتعطينا المذاق كيف ما هو. اللي ما عرفهاش او لا مازال ما خداهاش او لا مازال ما عطيناهاش في البرنامج باش يصاوبها يحيد هاد صلصه الطحينه، ريت ما نعطيو الطريقه ويبقى غير في المقادير الاخرين. صافي كناخذوا هاد الخليط ديال الدجاج وكنرقدوه. بالنسبه للشاورما الى عندنا الوقت الكافي نرقدوها ليله كامله، يعني ناخذ داك صدر الدجاج نديرو معاه جوج معالق كبار ديال الزيت البلديه، واحد ياغورت مسوس، شويه ديال الحار، معلقه كبيره ديال عطريه الشاورما، شويه ديال الملح والابزار، ومعلقه كبيره ديال صلصه الطحينه، وكنخلطوا هادشي كله، كنغطيو بلاستيك الغذائي وكنخليو هذيك الشاورما كترقد ليله كامله. ديك الساعه بغيتو تشويوهم في قطبان، بغيتو تعمروا بهم يعني الخبيزات اولا بطبوط على حسب الاقتراح، فكنخليوهم في الثلاجه ليله كامله. ما عندناش الوقت، راه ساعه ولا نص ساعه ولا ساعه ونص راه كافيه. وكيف قلنا نفس المقادير، الا ما عندناش الطحينه وما عندناش العطريه ديال الشاورما غادي نديروا صدر الدجاج مع زيت البلديه مع ياغورت مسوس مع شويه ديال الحار، نديروا شويه ديال الملح والابزار ودريسات ديال الثومه، قطرات من الخل، ونزيدوا شويه طريقه صغيره ديال القرنفل باش تعطينا المذاق ديال الشاورما ما نكثروش، وكنخلطوا هادشي كله كنرقدوه ساعات طويله اولا ليله كامله. اولا اللي عنده العطريه ديال الشاورما كيشريها اولا مصايبها راه غادي تجي مزيانه. فملي كنرقدوا هذا الخليط مزيان عندنا الوقت الكافي، من بعد كناخذوا هذاك الخليط وكنشحروه في شويه ديال الزيت يعني في واحد المقله ما كتلصقش. غادي نديروا الدجاج ديالنا اللي مرقد ديال الشاورما في شويه ديال الزيت وكنخليوه كيتشحر. غادي نكون وجدنا واحد ثلاثه ديال الكورنيشون، هذاك المخلل الخيار مخلل كورنيشون، غادي نحكوه مزيان في الحكاكه الغليظه، وناخذوا شويه ديال المعدنوس، ناخذوا اي جبنه كريميه اللي كندهنوا بها ديك اللي كتكون بالدهن، وناخذوا شويه ديال الثومه. غادي ناخذوا داك الجبن الكريمي اللي كندهنوا به الخبيزات، غادي نخلطوه مع شويه ديال الثومه مدقوقه مزيان يعني معوكه مزيان، كنخلطوها وكنخلطوها مع دوك ثلاثه ديال لي كورنيشون ديال الخيار مخلل. غادي نخلطوا هذا الخليط فكنحصلوا على بحال الكريمه هي اللي غادي ندهنوا بها هذا البطبوط ديالنا. فقلنا غادي ناخذوا جوج معالق كبار ديال يعني تقريبا غادي نديروا شويه المعدنوس، هذا كيبقى اختياري نسمو به. المهم خاصنا بطبوط خاصنا نعمروا الايو كيكون ناشف، ضروري ان نعمروه باي جبنه، ممكن على انه نديروا ياغورت مسوس اللي غادي نرقدوا فيه الثومه مدقوقه والملح والابزار وشويه من عطريه ديال الشاورما وقطرات من الخل ونخلطوه مزيان، ممكن نديروا فيه حتى الكورنيشون محكوك في الحكاكه الرقيقه ونخليه مرقد في الثلاجه مغطي ونخليه مرقد مزيان. قد ما ترقد قد ما كنحصلوا على واحد الصلصه اللي هي كريميه اللي كندهنوا بها هاد البطبوط ديالنا. ما عندناش هاد الاقتراح المايونيز، وخاصه الا صايبناها في الدار غادي نسموها غير بشويه ديال الثومه وشويه ديال المعدنوس ونزيدوا عليها الكورنيشون باش تجينا بحال الشاورما اللي كناكلو. فهادو اضافات كيبقاو اختياريين على حسب اشنو بغيتو، على حسب عندنا المايونيز مصايب في الدار غادي نزيدوا ليه شويه ديال الثومه وشويه ديال المعدنوس وشويه ديال الكورنيشون محكوك في الحكاكه الرقيقه وغادي نخلطوه مزيان وغادي ندهنوا به البطبوط. ما عندناش المايونيز فاحنا غادي ناخذوا اي جبن كريمي اللي كندهنوا اللي تيكون في الحك اللي كيتباع في الحك اللي كندهنوا به الخبيزات اولا التوست، وغادي نضيفوا ليه شويه ديال الثومه شويه ديال المعدنوس وشويه ديال الابزار،
وشويه ديال الكورنيشون، تقريبا 3 4 ديال لي كورنيشون كلهم محكوكين في الحكاكه رقيقه. جربوا لي كورنيشون الا درناهم في هذا الخليط كيجيو مزيانين في هذه الكريمه. ثم البطبوط بالطريقه العاديه ملي كيخمر لينا واحد شويه، راه كناخذوا المقله الثقيله كنرشوه بشويه ديال الزيت، وديك الساعه كنديروا هذا البطبوط كيطيب على جهتين يعني، وراه كنشوفوه ما حدو هو كيطيب وكيبدا يتنفخ يعني، كيبدا يتحل يعني كيبدا يتنفخ لينا. ومباشره اللي طيبناها وقلبناها على جهتين وطابت وتحمرت كنديروها في واحد يعني في واحد المختار كنخليوه حتى كيبرد لينا. هذيك الوقيته اللي البطبوط صافي طاب كنشحروا الشاورما بالطريقه، كنشحروا الشاورما وكنحطوا حدانا هاد الكريمه باش نعمروا البطبوط. ملي كيطيبوا لنا راه كيكونوا منفوخين يعني ساهلين، ما كيجيوش العجينه لاصقه، فكنحلوا اما بالمقص، من الاحسن نحلوا بالمقص وما كنحلوش كله هذاك البطبوط، كنحلوا غير الفم ديالو، وكناخذوا معلقه صغيره من هذاك يعني داك الكريمه اولا داك الخليط اولا ديك المايونيز اولا الياغورت مسوس اللي نجسمناه بالكورنيشون بالثومه والمعدنوس والابزار والثومه والخل، كنخلطوا هذاك الكريمه وكندهنوا بها هذا البطبوط. من بعد كنهزوا هذاك شويه ديال الدجاج ديال الشاورما اللي شحرناه وكنبداو نهزوه. ممكن بغيتوا ديروا ورقات ديال الخس، يعني ورقات ديال الخس قطعوهم هكا رقيقين غير بيديكم الاحسن، لانه الخس ما كيتفاعلش مع الموس ومع المقص يعني غير كيكحل، فنقطعوهم يعني نجمعوهم بيدينا مزيان ونبداو نقطعوهم، راه هو بسهوله كيتقطع وكيجي مقرد رقيق. وكنخشيو شويه ديال الخس اما في الوجه ديالو اما كنديروه مع الكريمه هو الاول، وعاد كنديرو فوق منه هاد الدجاج بالمذاق ديال الشاورما. فصدقوني صراحه كيجي لذيد بزاف هاد الاقتراح، عطينا بزاف ديال المرات، فنعاودوه مع اقتراب شهر رمضان الكريم اللي ممكن انكم تقدموه على مائده الفطور الرمضانيه. وكيف قلت على انه البطبوط العجينه ديالو هي عندكم، وبالنسبه للحشوات لكم الاختيار. نفس الهبره ديال الدجاج ممكن انكم تنسموها بالعطريه ديال الحوت يعني اللي شرموا لهاد الحوت العاديه حتى هي كتجي زوينه. ممكن اننا نديروا الكفته بالفلافل الالوان والفرماج، فتبارك الله حشوات مختلفين على حسب الرغبه وشنو تشهينا داك النهار وعلى حسب شنو موجود عندنا في الكوزينه، لانه دائما تعودنا على انه المراه المغربيه كتكون تبارك الله اقتصاديه، كناخذوا من الموجود عندنا في الثلاجه وكنحاولوا اننا نوظفوه في اقتراحات اللي هي كثيره. نتمنى تجربوا هاد جوج مملحات اللي قدمنا لكم اليوم، واللي هما بريوات معمرين بالدجاج والفرماج، وكذلك بطبوط معمر بالمذاق ديال الشاورما.